تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمكناس حفل افتتاح الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة، والتي تنظم تحت شعار المناخ والفلاحة من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود. بعد 200 يوم على بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، مشهد مروع على الصعيدين الميداني والإنساني. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته وتكثيف قصفه لمواقع متفرقة من القطاع، وحصيلة الضحايا تصل إلى حوالي 34 ألف قتيل وأكثر من 70 ألف جريح منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر الماضي. أعلن حزب الله اللبناني استهدافه مقر قيادة عسكريا في شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على غارات طالت قرى عديدة في جنوب لبنان. الحزب كثف من وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية منذ الأسبوع الماضي، على وقع توتر قائم بين إسرائيل وطهران الداعم الرئيسي لحزب الله. البرلمان البريطاني يقر الليلة الماضية مشروع قانون مثير للجدل، يتيح للحكومة أن ترحل إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.